أزمة النفايات بلبنان اللي صار عمرها سنوات تحولت إلى هاجس عند معظم اللبنانيين، فالمكبات العشوائية انتشرت بين المباني السكنية حتى بات الكثير من الحشرات السامة تهاجم السكان، ومنهم عائلة سيدة ريما المقيمة بجبل محسن بطرابلس واللي بيعاني ابنها فادي من مرض جلدي معدي من حوالي الشهرين. بتمنى من الدولة ومن شو اسمه البلدية تطلع فينا على قليل شوية، لأولادهم ما بيتركون هيك. أنا ابني مليان عقص وكل شوي بدي ياخدوا رايحة جاية رايحة جاية على المستشفى. نحن هون بمشروع الحريري بطرابلس، المشروع كلياته مليان جرب. فادي بيتلقى العناية والعلاج من عمو زياد بسبب مرض بيو. هلا بدي ادهله الدواء، اجى وقت الدواء. هدول الأدوية لحولته، وأنا بيجي بشق عليه لأنه أمه أول تكون بالمستشفى عند أبوه، ومنحنا إمكانياتنا المادية ما بنقدر ناخده لا على مستشفى ولا على حكيم، بيطلع على صيدلية. هيدي العائلة بتعيش بوج جبل النفايات بطرابلس، حيث إنه الهواء الملوث والروائح الكريهة عم تسبب مشاكل صحية بمنطقتهم. صيدلاني صالح الديب اعتاد استقبال عائلة فادي كل أسبوع لمتابعة حالته. كيفك منيح؟ شو أخبارك؟ كيف صار؟ رجي جاي شوف حالته كيف صار؟ خليه يقعد على الكرسي شوي. عم تعطوه الأدوية يرتاح شي؟ عم بهم هذا. أوه هلأ؟ كيف صرنا؟ فرجيني إجيك شوي. كل جسمك بعده هيك؟ خلينا نشوف ظهرك. كل يوم عم تجينا 5 6 10 15 هيدي كل يوم. في عندك جراثيم، في عندك مجارير برا، في عندك جبل نفايات صار مش عم بيوصل على طرابلس. يعني بدي دائما حالات نظافه بالبيت بشكل مش طبيعي، لانه هيدا دغري بيعضي بيعضي الاهل بيعضي اخواته اذا عنده اخوات. اوكي روحه. ازمه النفايات بلغت ذروتها بالعام 2015 وبعد ما انحلت وازدادت سوءا مع انتشار المكبات العشوائية وحرق النفايات بالشوارع. ومين منا ما بيتذكر مشاهد النفايات اللي امتدت كمشهد نهر على صفحات الصحف العالمية. ومن هداك الوقت شهدنا ظهور تحركات المجتمع المدني رفضا لتفاقم أزمة النفايات وغيرها من الملفات. جاي اليوم أنا أدعم أهل المنطقة بطلبهم المحق، كأنه ما حدا انهز ضميره وتأكد أنه إيه فعلاً الزبالة هي عم تسبب أمراض. نعم، نحن نعيش كارثة صحية بيئية تصاعدية. الخطة البديلة هي إعلان حالة طوارئ بيئية مباشرة تعالج المخزون والمنتوج وتشبه النتيجة النهائية. الأولوية ما بقى للمحاصصة أو لتقاسم السلطة، بس صار لمطالب المواطنين وبأولهم مسألة النفايات. وبحسب أحدث التقارير لبنان تخطى كل الخطوط الحمر بالتلوث على أنواعه بمياهه وهوائه وتربته بفعل النفايات والمجارير اللي عم ترمى بالأنهار والبحار، تلوث جرثومي وكيميائي وبالمعادن الثقيلة، ونادرا ما نجد شاطئ أو نهر خالي من التلوث. هذا التقرير صدر عن رئيس مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية الدكتور ميشيل فريم واللي دق ناقوس الخطر البيئي. التربة اللي عم تنراوم من مياه الأنهار الملوثة بالمجارير عم تتراكم فيها كتير معادن وكتير مواد كيميائية، وحتى الإنتاج الزراعي عم بيكون ملوث إذا تم ريه بمياه المجارير. يعني إنه نحط بس التهمة على الدولة في شيء منه كتير صح، بس كمان المواطن اللبناني هو عم بيشارك بهالموضوع هذا. هذا الواقع دفع بالدكتور فريم للقيام بفحوصات مخبرية على نوعية المياه للعديد من الينابيع والأنهار داخل بيروت وخارجها لتحديد نسبة التلوث فيها. وهيدي مهمة رئيسة مختبر تحليل المياه السيدة سيرين الحمصي. بلشت الدراسة عنا كدراسة هلأ أولية على نهر أنت الياس، نهر الكلب، نهر بيروت، بحر دبي وبحر جونية. تبينت النتائج انه عم بيكون في عنا تلوث جرثومي عالي سببه الصرف الصحي اللي ما عم بيتعالج وعم بينكب بشكل عشوائي، النفايات اللي عم تنكب بشكل عشوائي بالانهار والبحار، تلوث الجرثومي ناجم عن بكتيريا اللي هي الشريشيا كولي
اللي عددها كتير مرتفع، وهي البكتيريا بتسبب إسهال كتير قوي عند العالم، معقول توصل أوقات لينشف الجسم، وخصوصا عند الأشخاص اللي مناعتهم ضعيفة والأشخاص الأطفال، معقول تسبب الموت. وبيبقى السؤال دايما شو الحل؟ بالحقيقة هناك الكثير من الحلول أصبحت معتمدة في لبنان، لكنها تبقى محصورة ببلدات محددة كبيت مري، ومن بين ما يقوم به المهندس البيئي الصناعي زياد أبي شاكر اللي بيشوف أنه السبب الأساسي للأزمة هو سوء التخطيط وافتقار الجهات المعنية إلى رؤية للتغيير. مبدأ المصانع التدوير اللامركزية هو أنه كل كميون بيجي بيطلع بيقبن، تنعرف الوزن تبعه قديش جايب نفايات، نعرف من أي منطقة أو من أي بلدية، بفوت بفضي هون، وأكيد الزبالة ما لازم تكون مكبوسة، وفي شباب بتبلش تفرز هالنفايات هيدي بتسع فئات. المواد العضوية بتكمل من بعد خط الفرز وبتفوت على مكانات التخمير، بيطلع عندك سماد نظيف ما دخله أي شوائب. وبالوقت اللي بيبقى التمر والحرق هو السيد حاليا بكتير من المناطق للتخلص من العوادم، شو بيعمل أبي شاكر فيها؟ هول الألواح الصلبة يلي عوادم النفايات بتتحول وبتسيلون، هون عاملين منه المستوعبات للتدوير، وهالألواح نعمل منها الحيط الواقف المزروع هون يلي هو تصوينة المعمل الخارجية، بنعمل منه المستوعبات. ومن معمل أبي شاكر بننتقل لابتكار جديد ابتدعه المستشار الاقتصادي والبيئي اللبناني إيلي أبو سليمان وفريق عمله، وهو عبارة عن برميل ذكي للنفايات استغرق العمل فيه 4 سنوات. تعديلات جديدة بيتم إدخالها من وقت للتاني على الاختراع، بتتم مناقشتها بين أعضاء الفريق كل حسب اختصاصه. سلة الزبالة هي حتكون تابعة لبناية محددة، إذا البناية غير تابعة لهذه السلة، إذا مرقنا المفتاح الإلكتروني السلة ما حتفتح، قد ما مرقناها السلة حتضل قفلة، أما إذا كان المفتاح تابع لهذه السلة فإذا مرقناه حتفتح السلة تلقائياً، بس لنسكرها حتسكر، وحيكون هيدا السلة مفصول لاثنين، أورجانيك وإن أورجانيك. الكيس الورق حيكون باركود إلو، حيفتح الجهة الأورجانيك، وكل شيء غير عضوي اللي هو إن أورجانيك حينزت بكيس البلاستيك. كمان إلو باركود؟ للكيسين إلو باركود، بس لنفرز حنعرف هالكيس لمين تابع، وحيكون موجود اسم الشخص، أي شقة ورقمه والتفاصيل بعد عن صاحب هالكيس. في حال أي خلل بالفرز أو مخالفة بالفرز، نحن قادرين نعود لهذا الشخص، نوجه له الإنذار الأول، نوجه له الإنذار الثاني بطريقة التوعية. هذا الاختراع إضافة إلى أنه بشكل نقلة نوعية بمعالجة النفايات تم تعديله ليتلائم مع حاجات المجتمع اللبناني. بمشروعنا يلي بيحكي عن الجيل الجديد بإدارة النفايات، نحن جينا عملنا تحليل على معيشة اللبناني، كيف هو بيفكر، كيف هو بيحكي، كيف هو بيتصرف، بمعنى إنه الفرس بده يكون على مرحلة واحدة، بدنا نحاول نعمل شوارع مميزة نموذجية، ما في عليها روائح، ما في جرادين، ما في برغش، ما في أي شيء تاني. ليش؟ لأنه هيدي البراميل بتطبق كل هاي الأمور، ما فيش حيوانات فلتانية حتى تقدر تنقل الإنفكشن. ورغم كل هالجهود هناك معوقات أمام الحلول المقترحة كمبادرة الاتحاد الأوروبي اللي بترتكز حول هبة بقيمة 13 مليون يورو لدعم المبادرات المتعلقة بالإدارة المتكاملة للنفايات. خطوة كتير حلوة من الاتحاد الأوروبي، وصار في انستاليشن مثل ما عملنا مصانع وكوتمنت بالمناطق مختلفة من لبنان، ولكن للأسف ما صار في بعد يعني operation أو maintenance لهيد المصانع اللي تركت أو الكوتمنت 100%. فهيدا الحق بيقع بشكل عام على الوزارات. في حلول كتير مقترحة ومطروحة موجودة، ولكن المشكلة فيها إنه ما عم نقدر ننفذها بالطريقة المناسبة، والحق هون بيوقع على الجهات المعنية من الدولة للوزارات كلها سوا. بعد الحلول يلي قدمها القطاع الخاص، شو الحلول اللي بيقدمها وزير البيئة طارق الخطيب؟ هلا نحن عندنا يعني الخطة مرتكزة على مبدأ اللامركزية.
الحل الأمثل إنه يكون حل مشكلة النفايات على مستوى القضاء. إذا تعثر على مستوى اتحادات، إذا البلديات هي بتستنسب وعندها القدرة والإمكانية المادية والتقنية والبيئية إنه تحل مشكلة نفاياتها لحالها، نحن ما عندنا مانع. مفروض يقدموا لنا خطط لرؤيتهم لحل مشكلة النفايات ضمن نطاقهم الجغرافي، ومندرسها نحن وياهم ومنتابع نحن وياهم. إنه يفترض يوضعوا جدول زمني لإدارة نفاياتهم المنزلية الصلبة. من الواضح إنه كل جهة عم ترمي المسؤولية على الجهة الثانية، والكل عم يعرض حلول بتستغرق وقت طويل، فيما الوضع البيئي أصبح خطير على المواطن وما بيتحمل خطط لحلول طويلة الأمد. وهلأ منعود للدكتور حمزة من فريق عمل البرميل الذكي ليفرجينا كيف تحولت الوديان مكب جديد للنفايات. وهلأ يعني ماخدكم لنروح نشوف وين صاروا عم يكبوا الزبالة. يعني صاروا عم يكبوها بالمحلات الطبيعية. يعني التلوث مش بس عم بيطال الإنسان والماء والهواء، لا كمان عم بيطال صار الطبيعة، الطبيعة اللي بتغنى فيها لبنان. ويدي هون مبين قديش ملوث، في محلات تانيين الغابات، يعني كلها هيدي الغابات والوديان قديش صعب الواحد يشيل منها بعدين هيدي الزبالة. وشغلة كمان كتير مهمة هي دراسة جديدة حديثة كتير بتقول انه في 50 تقريبا قرابة 50 طن كل يوم من الزبالة بتنرمى بالغابات وبالوديان مثال على اللي شفناه هون قدامنا. بينتج لبنان يوميا حوالي 6000 طن من النفايات، والخبراء بعدهم بيأكدوا انه المعالجة المعتمدة ما بتراعي المعايير البيئية. حتى اليوم بعد أزمة النفايات بتراوح مكانها بلبنان، الحكومة ما توصلت لحلول جذرية، فيما الحلول المبتكرة والعصرية لم تطبق بعد لإيقاظ بيروت وغيرها من المدن من كارثة صحية وبيئية. وبسبب هالتقصير حيبقى لبنان يحتل أعلى نسبة من السرطان بالبلدان العربية بحسب سجل السرطان الوطني للعام 2014.